السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا طلابنا الأعزاء، طلاب الصف السادس إعدادي. اليوم جيناكم بالمحاضرة الخامسة لليونت الأول. إن شاء الله اليوم راح نشرح بها موضوع كلش مهم ودائما يجي بالامتحان الوزاري، هو موضوع الفول والفلي. ركز لي هنا على هذا الموضوع. عندك موضوع الفول والفلي، عندك خليها ببالك صفات منتهية بفول، هاي شكلها تمام، وعندك ظروف منتهية بفول، خليها ببالك. عندك صفات منتهية بفول وصفات أو ظروف منتهية بفول، يعني يعطيك اختيارات. أستاذ شلون هسه هذا مثلا يقول لك beautiful أو يقول لك beautifully، مثلا يعطيك اختيارات بين كلمتين، واحدة منتهية بالفل هاي صفة، واحدة منتهية بالفلي، يقول لك اختار بيناتهم. زين هنا عندك شروط لازم تعرف لنا الشروط حتى تعرف تختار بين الفل والفلي. ركز هنا، شروط كلش بسيطة. هنا عندك ملاحظة يقول لك شروط اختيار الفلي. أولا، إذا جاء الفراغ أو القوس نهاية الجملة ولم يأتي قبل فعل كينونة، عليها بالك أفعال الكينونة بين قوسين ذلني الإز الآر الواز الوير ذلني دي بالك من عدين، نختار فلي، خليها ببالك. من أقول لك نختار فلي يعني نختار الكلمة كلها مو الفلي. ركز، إذا باوعت للجملة، باوعت للجملة لقيت الفراغ مالتك أو القوس، لقيت الفراغ مالتك أو القوس جاي وين؟ جاي بالأخير، وباوعت قبله ما لقيت لك واحد من ذني، دائما اختار من الفضل. هسه قل لي استاذ اعطيني مثال. باوع هذا مثال، قايل لي هي درايفز ذا كار، ركز هنا خليها ببالك، قايل لي كيرفول او كيرفولي، قايل لي كيرفولي وخلاني اطلع. ركز، اول شيء لقيت الاقواس مالتي جايه بالاخير، ذني الأقواس جاية بالأخير. هسه تقول لي شلون عرفت إن جاءت بالأخير؟ أول شيء لقيت نقطة تمام، لو لاقي كلمات، لو لاقي كلمة هنا ماكو نقطة كلمة، أقول الفراغ مالتي ما جاي بالأخير، بس ما دام لقيت نقطة وما لقيت كلمات بعد الفراغ يعني الجملة وين جاية؟ جاية بالأخير، عرفتها. زين نجي نتأكد من القاعدة مالتنا، إذا جاء الفراغ أو القوس، هذا قوس نهاية الجملة ولم يأتي قبله، طبعاً قبله وين طاوع؟ طاوع قبل القوس مباشرة، مو تدور لهنا، قبل القوس مباشرة. إذا ما لقينا فعل شنو؟ الإز الآر الواز الوير، باوعنا أكو واحدة من ذني؟ صدق الأستاذ لا ماكو، إذا نختار فرق. وصلت الفكرة؟ راح أعيد لك إياها. أول شيء القوس مالتنا وين يجي بالأخير؟ باوعنا قبل ما لقينا فعل كينونة، نختار فضل، يعني نختار هاي. وصلت الفكرة؟ ملاحظة ثانية ركز لي، يقول لك إذا جاء، ركز، بعد الفراغ أو القوس، ركز، فعل تصريف ثالث. من أقول لك فعل تصريف ثالث؟ غالبا ما تلقي نهايته إن لو إي دي تمام؟ نختار فولي، هذا الشرط الثاني. ركز لي، يقول لك إذا جاء بعد الفراغ أو القوس فعل تصريف ثالث، غالبا ما تلقي نهايته إي دي أو إي إن، نختار فولي. وصلت الفكرة؟ باع لي على هذا المثال، قايل لي The story was beautiful أو يقول لك beautifully، ركز لي هنا، قايل لي رايتي
باعت لهذا المثال أول شيء أجي أعطينا اختيارات بين الفل والفلي، أجي للشروط مال الفلي. الفراغ مالتنا جايب الأخير القوس يعني مالتنا أو الفراغ جايب الأخير. هسه تقول لي أستاذ لا مو بالأخير، شلون عرفته؟ لقيت كلمة. إذن الفراغ مالتنا مو بالأخير، القاع عندي الشرط الأول ما يتحقق. أجي للشرط الثاني، إذا جاء بعد الفراغ أو القوس فعل تصريف ثالث غالبا ما ألقى نهايته إيد إي أن أو إي دي، زين نختار فلي، باعنا للكلمة جاية بعد القوس لقينا نهايتها إي أن، يعني شنو تصريف ثالث؟ إذا تصريف ثالث نختار شنو؟ أم الفلي. هسا عندنا شرطين صارن، تمام طلاب؟ زين عندك الشرط الثالث، هذا آخر شرط، إذا جاء بعد القوس، إذا جاء بعد القوس كلمة خليها ببالك together نختار fully، هاي آخر كلمة. زين ركزي هنا، ناخذ لنا مثال we all dream of living The post get like peaceful, low, peacefully. Get like together. ركز لي هنا أنا. ثاني مثال. الثاني جي. عندك ثلاث شروط باختيار الفلي. أول شرط إذا أجى الفراغ أو القوس بالأخير. باعت للجملة القوس مالتنا ما جاي بالأخير. شلون عرفتي أكو كلمة جاية بعد الفراغ؟ إذا الفراغ مالتنا مو بالأخير. الشرط الأول ما لنا علاقة به. إذا جاء بعد الفراغ أو القوس فعل تصريف ثالث، هنا بوعنا ما لقينا فعل تصريف ثالث يعني إي دي لو إي إن، إذن شنو الشرط الثاني؟ نجي للشرط الثالث، إذا جاء بعد القوس زين كلمة together زين نختار فلي، لقيت هاي الكلمة موجودة ولا لا؟ إي إذن نختار فلي. هذن شروط الفلي، فهمت الفكرة؟ خطوة خطوة تجي يشوف الفراغ مالتك وين جاي بالأخير لو لا، إذا جاي بالأخير ولم يأتي بعده فعل كينونة فلي نختارها، إذا جاء بعد القوس مباشرة ركز، إذا جاء بعد القوس مباشرة فعل تصريف ثالث إي دي لو إي إن نختار فلي، إذا لقينا كلمة together نختار فلي. تمام طلاب؟ حاول تكتب لذني حتى نكتب شروط الفل، شو وقت نختار الفل حاول تكتب لذني. طلابي بالنسبة عندك شروط اختيار الفل، شروط اختيار الفل، شلون تختار الفل؟ عندك شرطين بيها. الشرط الأول ركز لي بيه، يقول لك إذا رقم واحد، إذا جاء الفراغ أو القوس وين نهاية الجملة، تمام، وجاء قبله فعل كينون، خليها ببالك أفعال كينونة مثل ما قلت لك الإز الآر الواز الوير، عندك الآم بس ما نحتاج الآم هنا، ركز لي. إذا جاء الفراغ مالتك وين بالأخير ولقيت قبل فعل كينونة أختار أم الفول، بس إذا ما لقينا فعل كينونة نختار أم الفول، متعاكسات ذن الملاحظتين. يعني مثلا هسه تقول أستاذ أعطيني مثال، مثلا قايل لك مثال، قايل لك ذا picture was، ركز لي وطان اختيارات، قال لي colorful او colorfully. هلا انا اول شيء عرفت الفراغ مالتنا بالاخير جاي من لقيت نقطه موجوده مباشره بعد القوس، مباشره وين بعد القوس لقيت نقطه قلت الجمله مالتنا جايه بالاخير، اما اختار الفول لو الفلي ارجع وين؟ ارجع قبل القوس، قبله ايش لقيت؟ لقيت فعل كينونه، ما دام لقيت فعل كينونه اختار ام الفضل، لو ما لاقي فعل كينونه اختار ام الفضل. وصلت الفكره طلاب؟ نختار ام الفضل. هاي ملاحظه رقم واحد. ملاحظه رقم اثنين خليها ببالك، يقول لك اذا جاء بعد القوس، خليها ببالك، اذا جاء بعد القوس او الفراغ اسم أو فعل مصدر، خليها ببالك، إذا جاء بعد القوس مالتك أو الفراغ اسم، ركز، اسم أو فعل مصدر نختار
فور. خليها ببالك هسه تقول استاذ يعني شلون؟ يعني عندك ذني راح اكتب لك ذني مثالين بشكل سريع. عندك هنا قايل لي هي از ا كيرفول او كيرفولي درايفر. زين بعت هذا المثال اعطاني اختيارات بين الفضول والفضول. زين بعت بعد القوس مالتنا ايش لقيت؟ درايفر اسم، درايف درايف يسوق، درايفر اسم لقيتها منتهيه بالاي ار. تذكرون رقم ملاحظه بالاساسيه اخذناها اضافه الاي ار والاو ار نضيفها للفعل يتحول شنو؟ الى اسم. تمام لقينا الاسم هذا، ما دام لقينا اسم نختار هم شنو؟ هم الفول. زين عندنا مثال ثاني. عندك هذا المثال كتبت لك اياه بشكل سريع، ركز لي هنا عليه. هذا المثال جابوه بالامتحان الوزاري. زين اعطاني اختيارات بين الفول وبين الفولي، بس بوعنا بعد القوس لقينا فعل مصدر. شلون اعرف فعل مصدر؟ من اقول لك فعل مصدر يعني فعل مجرد، لا بايدي لا اي ان جي لا محول تصريف ثالث، فعل مصدر. لقينا فعل مصدر نختاره مو الفول. تمام طلاب؟ طلابنا الاعزاء هذا كل ما متعلق عندك بالاختيارات بين الفول والفولي. ان شاء الله وصلت لك الفكره وافتهمت الطريقه مالتي. طلابنا الاعزاء بعد ما افتهمتوا هذه الطريقه راح اكتب لك اسئله وزاريه متعلقه بموضوع الفول والفولي، أريدك تحل إياها عن طريق التعليقات، وإن شاء الله نشوفكم بالمحاضرة القادمة في مادة